فيلمنا بيبدأ مع جين وجون، اتنين متجوزين من 5 أو 6 سنين وبيكونوا قاعدين مع دكتورة لتقييم نجاح جوازهم، وبيحكوا انهم اتقابلوا لأول مرة في كولومبيا لما ناس مهمة اتقتلت والشرطة بدأت انها تدور على اي سياح مسافرين لوحدهم، وقبل ما يتقبض عليهم قابلوا بعض وقالوا انهم سوا عشان يفلتوا من الشرطة، وساعتها حبوا بعض وقضوا كل الوقت سوا لحد ما بعد 6 أسابيع قرر جون انه يتقدم لجين عشان يتجوزها لانه حبها واغرم بيها، لكن ايدي صاحبه هو الوحيد اللي كان معترض على جوازه لانه لسه ما يعرفهاش كويس، بس الجواز تم وعاشوا سوا، وبعد 5 أو 6 سنين بيبقى جوازهم عبارة عن روتين ممل، وبيكون كل واحد باين انه مخبي على التاني حاجة، زي مثلا ان جون قبل ما بيدخل البيت بيرجع يلبس دبلته تاني وبيبقى فيه نقطة دم على ياقة القميص، وبتكون جين بتحضر له الغدا وبتاخد رأيه في الستار اللي مش عاجباه وبتقول له انه هيتعود عليها لانها عاجباه ومش هترجعها، وبتكون جين قادرة انها تتحكم في توازنها على الكرسي لدرجة انها بتقف عليه برجل واحدة لكن مش قدام جون، وبتكون جين قاعدة مع الدكتورة بتقولها ان بقى فيه فراغ كبير بينهم في جوازهم بسبب الاسرار اللي عند كل واحد، وكأنهم عايشين حياة منفصلة مش حياة زوجية، وبيقولوا للدكتورة ان بحكم شغلهم بيبقوا مشغولين شوية، وده بسبب ان جين مسؤول عن السيرفرات في وول ستريت، ولانها عبقرية التكنولوجيا ممكن يطلبها في اي وقت على مدار اليوم لو سيرفر وقع، لكنها بدل ما بتروح للشركه بتروح لفندق وبتدخل جناح مليان افراد امن وحراس، وفي نفس الوقت بيكون جون خرج من بيته قبل ما هي ترجع وبيروح كازينو في صاله قمار خاصه وبيدخلها على اساس انه سكران وبيدور على الحمام وتاه في الطريق، وبيقترح عليهم انه يلعبهم لحد ما الفرد الرابع بتاعهم يجي وبيفضل يخسر ويديهم فلوسه لحد ما الشخص الرابع اللي هو مستنيه ظهر، وبيطلع جون مسدسه وبيقتله هو وكل الموجودين في الاوضه، وساعتها في نفس الوقت بتكون جين متنكره في فتاه ليل، واول ما بتدخل الهدف بتاعها بتقتله وبتهرب بطريقه محترفه من البلكونه، وبيرجعوا هما الاثنين البيت وكان مفيش حاجه حصلت ولا قايلين لبعض انهم قتله محترفين، وتاني يوم بيبدا كل واحد المهمه الموكله ليه، وبيبان ان مخزن الاسلحه بتاع جون موجود تحت مخزن الادوات اللي في بيته، ومخزن جين في مكان سري تحت البوتاجاز اللي في المطبخ، وبيروح جون شركه الهندسه اللي هو شغال فيها وبتبقى عباره عن غطا لشغله الحقيقي، وبياخد بس مهمته فيها، وبتبقى مهمته هو واحد اسمه بنجامين والملقب بالدبابه، وانه بيمثل تهديد مباشر لشركته ومطلوب تصفيته وهيتم نقله للسجن على حدود الصين، وبيكون بنجامين هو نفس هدف جين برضه في شركتها، وبيروح هما الاثنين لنفس المكان عشان يصفوا بنجامين كل واحد بطريقته، وبتبقى جين مراقبه المكان كويس ومجهزه المتفجرات لحد ما بيظهر جون بعربيته وبيدوس على الحساسات اللي في الارض، ومش بيكون وشه باين لجين ولا قادره انها تميزه وفاكره انه شخص عادي، لغايه ما بتلاقيه طلع سلاحه من عربيته عشان يقتل بيه بنجامين، فبتقرر تقتله هو الاول، لكن جون بيكون لابس ستره ضد الرصاص، واول ما بيقوم بيفجر المكان اللي هي فيه من غير ما يعرف انها مراته، والتفجير ده اللي بيبوظ المهمه عليهم هما الاثنين، وما بيقتلوش بنجامين، وده اللي بيعمل مشكله لجين بسبب فشل مهمتها على غير العاده، وبيطلب منها انها لازم تعرف سبب فشل مهمتها وتقضي عليه خلال 48 ساعه، وساعتها بيكون جون قبل ما يمشي من مكان التفجير قدر انه ياخد جهاز كمبيوتر محروق على امل انه يعرف مين اللي حاول يقتله، لكنه بيقدر يوصل لملك الجهاز نفسه وبيلاقيه ملك للشركه اللي جين مراته شغاله فيها، وانه راح للمكتب بتاع جين نفسها، فبيروح مبنى وبيقدر يخمن ان مراته هي اللي كانت في الموقع معاه، وبتكون جين ساعتها بتحاول انها تعرف مين الشخص اللي حاول يفجرها، وبسبب حركه معينه عملها وجزء بسيط من وشه كان باين قدرت هي كمان تحدد ان جوزها هو اللي كان في الموقع، وبيتقابلوا هما الاثنين في البيت وكان مفيش حاجه حصلت، وبيلاقيها محضره له العشاء وبتدي له مشروب يشربه لكنه بيدلقه لانه خايف يبقى فيه سم، وبيحاول يخبي السكينه اللي على السفره وبيراقب كل تحركات مراته وهو قلقان منها، وبيقوم عشان يديها مشروب فبيسيب الازازه من ايده قصد، وبيلاقي ان مراته مسكتها قبل ما تلمس الارض وبعدها بتسيبها تقع لانها بتكون اتاكدت انه كشفها، وكل واحد فيهم بيروح يجيب فوطه ينشف المشروب اللي وقع، وبيجري جون عشان يجيب مسدس وبيدور على جين بيلاقي خدت عربيتها وهربت، وكل واحد فيهم بيقضي الليل وهو بيفكر في التاني لحد ما بيجي تاني يوم وبتكون جين وفريقها راحوا بيتها عشان يفتشوه، وبعدها بيختفوا من المكان، وبيجي جون بيته بيلاقي ان مخزن الاسلحه بتاعه كله فاضي وبيعرف ان جين وصلت له قبله، فبيقرر انه يروح لها الشركه وبيقدر انه يوصل للشركه بتاعتها من خلال فتحات التهويه، وبيتصل بجين عشان يحذرها انها لازم تختفي، لكن الحساسات الموجوده في الفتحات بتعرف جين انه موجود في المبنى وبتأمر كل الموجودين باخلاء الدور، وبيقدروا انهم يتنقلوا المبنى تاني باستخدام التجهيزات الامنيه المتطوره بتاعتهم، وبيوصل لهم جون متاخر بعد ما بيدمروا كل حاجه موجوده في المبنى، وبيشوف جون مراته وهي بتهرب منه قدامه، لكنه بياخد المحرقه معاه لبيت صاحبه ايدي وبيفضل يدور فيها على اي دليل لحد ما بيلاقي لوجو مبنى تحت الانشاء فبيروح عليه، وبيركب الاسانسير عشان يطلع لسطح المبنى لكنها بتعطله بيه وهو في الدور
تعبين، وبتقول له انه اخر فرصه ليه انه يهرب ويخرج برا المدينه، والا هتفجر الاسانسير بيه وتموته. فبيقول لها انه مش هيسيبها لانها مراته، وبتحاول تهدده عن طريق انها تعد عد تنازلي يمكن تخوفه. وبمجرد ما بتخلص العد المساعده بتاعتها بتفجر الاسانسير وبيتدمر، وما بتفهمش جين اللي حصل. فبتقول لها مساعدتها انها خلصت العد خلاص، وكانت فاكره انها بتتكلم بجد. وبتتراقب جين على جوزها وبتخرج من عربيه جنب المبنى عشان تشوف اللي حصل، وبتتاكد ان جوزها اكيد مات من الاصطدام، لكنه بيكون قاعد في اسانسير تاني وحاطط جهاز تغيير اشاره على الكاميرا عشان يبين لهم انه في اسانسير مختلف غير اللي اتدمر. وبتنهار جين وبتروح المطعم اللي كانت دايما بتقابل جون فيه اما كان عايش، وهي بتعيط، لكنه بيظهر جنبها وبتفرح انها شايفاه، بس بتصر تقوله يهرب من المدينه قبل ما تقتله. فبيطلب منها انها ترقص معاه تاني، واثناء رقصهم كل واحد بيرمي الاسلحه اللي مع التاني، وبيتكلموا عن سبب فشل جوازهم، لحد ما جين بتمثل انها حزينه وبتسيبه وهي بتعيط. وفجاه بيحصل انفجار في حمام السيدات، وبتهرب جين من المكان، وبيسمع جون ان في صوت ساعه عالي جاي من الجاكيت بتاعه، فبيعرف انها قنبله، وبيحط الجاكيت في صندوق البريد وبينفجر قدامه، وبيضطر انه يسرق اول عربيه تيجي قدامه عشان يتحرك بيها. وبيتصل بمراته يعاتبها انها المره الثانيه اللي كان هيموت فيها بسببها، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في بيتهم يتكلموا فيه ويتناقشوا بهدوء. وبيوصل جون البيت، وقبل ما بيدخل بعربيته بيلاقي مراته خبطته بعربيتها عشان تدخل هي الاول البيت، وبتبدا تامن البيت. وبيحاول جون انه يدور على اي طريقه يدخل بيها بيته قبل ما مراته تقتله، وبيدخل البيت من الدور الثاني وبيقدر انه يوصل لمسدس، وبيجهزه لمقابله مراته، وبتكون مراته هي كمان مستنياه بسلاحها. واول ما بتحس انه قريب منها بتضرب عليه نار، لكنها ما بتجيش فيه، وبيبدا ضرب النار بينهم لحد ما بيقدر انه يخلع انبوبه الغاز بتاعه المطبخ، وبتنفجر الانبوبه، وبتترمي جين على الارض وسلاحها بيقع، وبيحاول انه يخليها تستسلم، لكن هو اللي بيقولها انه ما يقدرش يقتلها، وبيرمي المسدس من ايده، وبتتاكد ان جوزها لسه بيحبها، وبيقرر انهم يتصالحوا. وبيكون جيرانهم بلغوا الشرطه بسبب الاصوات اللي سمعوها من بيتهم، لكنهم بيفتحوا لهم الباب وبيقولوا لهم انه التجديد في الديكور مش اكتر، وبيطلع النار وهم سوا. لكن بتيجي رساله لايدي على تليفونه بمهمه جديده، وهي قتل العميل جون مقابل 400,000 دولار. وبمجرد ما الرساله بتوصل لايدي بيظهر عملاء عند بيت جون عشان يقضوا عليهم هما الاثنين، بسبب ان 48 ساعه المهله عدوا. واثناء ما هم قاعدين سوا بيلاقوا قنبله غاز اترمت عليهم، وان في فريق عايز يقتلهم، فبيهربوا على البدروم، لكن بتترمي عليهم قنبله وبتيجي تحت تانك البنزين وبيفجر البيت كله باللي فيه، بعد ما جون وجين بيهربوا بره البيت. وبيحاولوا يهربوا من المكان، فبيسرقوا عربيه جارهم، وبيبداوا انهم يكشفوا لبعض اسرارهم، وانهم كانوا عايشين حياه مليانه كذب واسرار، لحد ما بيلاقوا ثلاث عربيات بتطاردهم عشان تخلص عليهم. وبيقدر جون انه يفجر اول عربيه، وبينجحوا انهم يتخلصوا من العربيات اللي بتطاردهم. وبيروحوا هما الاثنين على مكان ايدي، وبيقول لهم ان الشركه مش هتسيبهم هما الاثنين باي شكل، والحل الوحيد انهم ينفصلوا وحد فيهم يموت، او عندهم حل صعب شويه، وهو انهم يخلصوا اخر مهمه جات لهم وفشلوا فيها، وهي انهم يقضوا على بنجامين. وما بيكونش قدامهم طريق غير بنجامين، فبتقدر جين انها تحدد مكانه بسبب مساعده صديقه ليها، وبيلاقوا انه محبوس في الدور الارضي في قصر العدل وعليه حراسه مشدده، وما بيكونش قدامهم حل الا انهم يقتلوه. وبيحضروا نفسهم، وبيكون جون هو اللي هيدخل جوه القصر، وجين هي اللي هتحدد له طريقه. وفعلا بيدخل المكان، وبتقطع جين النور على المكان وتعطله لحد ما بينجح في انه يخطف بنجامين، وبيبداوا انهم يستجوبوه. وبمجرد ما بيتضرب من جين بيطلب منهم يطلعوا الورق اللي في جيبه، وبيلاقوا صوره ليهم هما الاثنين سوا، وبيقول لهم بنجامين ان مش هو الهدف، انما هما الهدف الجديد، والمهمه كانت مشتركه بين شركتهم هما الاثنين، لانهم عرفوا انهم متجوزين وبيهددوا امن الشركه، عشان كده عملوا مهمه مزيفه اللي هي قتل بنجامين، بحيث هما الاثنين يخلصوا على بعض في المهمه وخطرهم ينتهي، وان بنجامين اصلا موظف في الشركه وعايز يترقى، عشان كده قبل انه يبقى طعم. وبيقول لهم ان في جهاز تتبع في حزامه، وبيقدروا انهم يهربوا من المكان قبل ما يتم الهجوم عليه، وبيستخبوا ويفكروا هيعملوا ايه، وبيقرروا انهم يقاوموا لانهم مش هيفضلوا عايشين هربانين طول حياتهم، وبيهربوا على اقرب مكان وهو محل المستلزمات البيت، وبيجهزوا نفسهم لمقاومه جيش كامل مطلوب منهم تصفيتهم، وبيحاولوا انهم يقتلوا الحراس وياخدوا اسلحتهم منهم. وبتكون جين عماله تقتل في الباقي بالسكاكين، وبتيجي سكينه غلط في رجل جون، وبيبدا اطلاق النار، وبيحاول جون وجين انهم يقتلوا اكبر عدد من الموجودين، وبيتوجعوا جدا من عدد الرصاص اللي جه في السترات الواقيه بتاعتهم، وبيكملوا قتل في الموجودين وهم سوا ورافضين انهم يفترقوا، لحد ما بيقدروا انهم يقضوا على كل الموجودين. وبنروح تاني ليهم هم قاعدين مع الدكتوره، وبيقول لها ان هم الاثنين عايشين مبسوطين دلوقتي، وبيقرروا انهم يعيشوا حياتهم سوا ويواجهوا كل التحديات مع بعض، وبيبنوا بيتهم من اول وجديد، وانفصلوا عن الشركه تماما، وعلى استعداد انهم يتعاملوا سوا مع اي حد من طرف شركتهم. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.